السلام عليكم. اليوم عندنا فيديو جديد. زين هذا كل مره فيديو جديد. المهم هذا الفيديو بتكلم فيه عن اهدافي لهالسنه، وبشوف وياكم فيديو للسنه اللي طافت لما تكلمت عن اهدافي. طبعا هالشخص ما اعرفه، خلنا نشوف الحين. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير. وانت بخير. طبعا سنة هذه بداية سنة 2019، مو على يعني انه صاير ثاني يوم، بس قلت بصور بس ما له شغل وكذي. المهم قلت انا بصور هالفيديو. زين دش بشوفه السنة، بس انا بشوف شنو سويت شنو ما سويت. اول شي مبدي انا طبعا ما سويت هالشي من قبل، مجرد اطالع الاشياء المميزه اللي سويتها سنه 2018. وش سويت انا؟ نشوف. انزين اول شيء ان حافظت على لياقه جسمي، يعني النماء، يعني ابتعد شوي عن السمنه المفرطه. هذا يعني انا قاعد اطالعكم، يعني ادقق على الاشياء البسيطه. دراستي للحين يعني مو واصل عليها الحمد لله، افتتحت يعني ان يعني الشيء وصل فيني الموهبه اللي عندي تقليد الاصوات. زين بعد شنو الحمد لله عيلتي بخير، اهلي بخير، اصدقائي. زين يعني كان سنه متعه يعني. زين السنه كلش سنه 2018 متعه، هالسنه كلش 2019 لازم تكون سنة مميزة. أنا حطيت هالشي في بالي من البداية. زين أول شي إن لازم ضروري أوادم، لا يعني الحين عندي في شو اسمه الحساب اللي فتحته هذا، أوصل موهبتي للخليج كامل، مو بس البحرين، الى نهاية السنة طموحي مرتفع. انا وصل الخليج في العالم يعرفوني بعد، يعني هذا هالشيء لازم ما افتتح الفيديو الى نهاية السنة. وفتحت نهاية السنة. وش بعد غير هذا؟ ايه الاشياء الخفيفة، يعني انه انا اتمنى اشوف روحي. هذا شيء غبي، يعني مو غبي بس لا استطعنا ما استطعنا. انا اشوف روحي، اتخيل روحي بخير زين. لان طبعا اول ما تخرجت من الثانوي وانا كذي عن نفس هذا البيبي فيس. زين قولوا الحين لا تغيرت يا عبو، الحين ما صرت بيبي فيس، عن نفس الشيء واثق من نفسي. المهم زين عد الشيء الثاني انه لازم بالنسبه للبيبي فيس هذا كلش ما توقعت احق عليه، اشوف شكلي كلش غلط. وكان يعني كان من الاشياء اللي ابغيها، مو طموح بس يعني ابغى شوي طلع لي لحيه وشام. الحمد لله يعني طلعت لي. عم نكمل اياكم زين، نشوف نكمل ياكم الفيديو ونشوف شنو الاشياء اللي ما شفناها. زين مهم يعني وش الاشياء من الاشياء الانجازات اللي ابغى اسويها؟ انه احافظ على جسمي، يعني اخو جسمي قاعد يتطور عن قبل، كنت متين ضعفت والجلد ايه تطور شوف الجسم عضل يعني مميز. زين وش بعد؟ شوف ضعفت الحين، يعني ان اوصل مو بس يعني في السالفة يعني العوالم كلهم، لا مو بس في الانستغرام ان شاء الله. اذا قدرت ما اذا الله كتب افتح في يوتيوب. الله العالم فتحت في يوتيوب، هذا الشيء انه غير كان طموح يكون عندي شغلي، اشتغل شغله يعني، وفي نفس الوقت يكون يعني الشغل الثاني انه يعني ممكن هالمجال مجال موهبتي يفتح لي شغل ثاني او بزنس.
الله العالم. زين، فلازم نحافظ على هالشي، ولازم هذا من الأهداف المهمة. إذا الله كتب أسافر 3 سفرات. ما سافرت إلا سفرة واحدة، و يعني مو يعني بس أشوفها على نفس ما قلت ماديا أقصد، ما رحت إلا تركيا ولا حتى الوقت ينفع، يعني الوقت بيكون مضغوط، ولا حتى الأجواء. بس هذا لازم يكون أهدافي، لازم أمشي عليها. زين، وفي عندي هدف من الأهداف إنه أكون يعني أبني نفسي، أكون يعني إنه يعني قول قول ايش تبي توصل له، يعني لا 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 ايش اسمه، سوى للموهبة، لل يعني لا يعني غير حياتي الشخصية، ما ادري شلون اشرحها، بس حياتي الشخصية ابنيها زيادة، اطورها. زين، غير هذا انه يعني يكون عندي يعني بغض النظر عن الاشياء المادية، يكون عندي مثلا سيارة يعني يعني مميزة. زين، و يعني من الأشياء اللي أتمنى تصير، أي بروح برشلونة وبقابل لاعبين، وآخر شيء قريب من برشلونة، هاي من السفرات اللي بصير يعني شو أقول الحين، مش أقابل لاعبين، كان يعني من السفرات يعني حتى لو لحت لا رحت برشلونة ولا قابلت لاعبين. هذا يلا خلنا نشوف الحين يكون هالشيء كمل مناسب وياكم نفس القاعدة. بس أدري في بعض يمكن الأشياء، بس هذه الأهداف الرئيسية، وهذيل الأهداف مو رئيسية اللي قلتها الباقي، بس يعني رئيسية بس مو رئيسية، بس استطعنا بس ما استطعنا أوصل، يعني أكون في أفضل حالاتي، و الله يحييني للسنة الجاية، وإن شاء الله إن شاء الله أكون بخير، وعائلتي وأصدقائي كلهم يكونون بخير. الحمد لله أنا بخير. سلام عبود، نشوفك السنة الجاية. نشوفك السنة الجاية. أنت الحين تغير بشكل عقب. قال يقول لي يمكن تغير شكلي أو شيء، أكيد تغير من زمان. وطبعا الحين الفيديو اللي كانت ردت فعلي عليه في اشياء تقريبا اشياء يعني خيالية ما سويتها. زين، يعني 3 سفرات، قابل لاعبين مشاهير، وشنو بعد، جسمي يعني من ناحية الجسم، الجسم هاش شي يعني ثابت بس ما تغير، ما ونفسي نفس قبل سنة. وبعد عندكم من ناحية الحين واصل على الشيء يعني على اليوتيوب، انستغرام، دراستي. انزين، اهدافي لسنة 2020 اتمنى اول شيء الصحة، يكون صحة عائلتي، تكون بصحة، وان شاء الله يعني ما تكون سنة حزن، الكل موجود من الأصدقاء من العائلة. إنزين، هذا أول نقطة. ثاني نقطة، أتمنى إن يعني تزيد معرفتي للناس، إن شاء الله يعني أوصل يعني الناس يعرفون أكثر، توصل رسالتي أكثر وفيديوهاتي. إنزين، وسفراتي بعد، يعني الحين على هالهدف إن شاء الله السنة هذي تكون سنة السفرات، يعني استكشاف الأصدقاء، تعرف على أكثر من صديق عمل. زين، وغير هذا يعني أتمنى إن أواصل، ما يعني ما قاعد مكاني، هذا أواصل وأثابر، وإن شاء الله يعني نشوفكم عبود، نشوفك السنة الجاية، لازم تكون مسوي هالأشياء. سلام.